في 20 يناير 1863 نزل أول قطر يجري تحت الأرض بين لندن وباريس، وعندنا زي النهاردة 27 إبريل بدأ الجري تحت الأرض. انتوا يلي تحت، ايوة يلي فوق، انت تخلصوا تحت، فرك الكعب يزوق. انتوا يلي تحت، ايوة يلي فوق، انت تخلصوا تحت، فرك الكعب يزوق. جاية منين؟ من روكسي رايحة مدن رمسيس، ولا عارفة اركب تاكسي ولا الحق اوتوبيس، قلت امشي كعبي واحنا باب اللوق. امتى تخلصوا فحت؟ فرك الكعب يا زوق. الشارع بقى زحمة من كل الماركات، وهدومي بقت فحمة دخان شكمانات. الشارع بقى زحمة من كل الماركات، وهدومي بقت فحمة دخان شكمانات. كله ماشي تاتا، الشارع مخنوق، امتى تخلصوا فحم؟ فرك الكعب يا زوق. انت تخلصوا فحت، فرك الكعب يا زور. زي النهاردة أول أكتوبر سنة 87. اجري يا مترو، ده الناس كترو، زادوا زيادة فوق العادة وبيتكاتروا. ربك هو اللي ماشيها بلطف وستره. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. هات تذكرتك، ارمي سجارتك، شيل ولاتك، واظبط ساعتك على مواعيد وصول المترو، والمستعجل يلحق قطره، قطر المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. لا بيتأخر ولا بيعفر، لا بيتأخر ولا بيعفر، ولا بيدربك ولا بيسفر، ولا بيسابق ولا بيكسر، ولا سوق على كيفه وخطره. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. تحت البرج يا نيل تمساح، جاي من المردوم السواح، وربط شبرا بعتبة الخضرة، ووصل الجيزة بوصلة لذيذة، لا زحم ولا شارع بمخاطرة. فينك من كام سنة يا سي مترو؟ اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. اجري يا مترو، الناس كترو، حل المشكلة هو المترو. 27 إبريل سنة كام؟ بدأ الجري في الأعماق، في الأنفاق، في المواصلة اللذيذة، مترو الأنفاق. سنة كام؟ والعرف لا يعرف، والمش عارف يتصرف، اتصرف واحنا كمان نتصرف.
ده ومين ده؟